خلي بالكم الرادار الفرنسي، المدار الفرنسي شقي جدا وقوي جدا وبيعمل حاجات غير عادية على طرق لرصد المخالفات، من بينها ان هو بيلتقط المخالفات لمئة عربية في الدقيقة في نفس الوقت، المسافات حتى على 8 حارات. مهم جدا تحطوا في اعتباركم ان هو بيلتقط المخالفات زي ايه؟ 1 ربط الحزام، 2 التحدث في المحمول، 3 تجاوز السرعات في الحارات المرورية. وطبعا ده مهم جدا جدا ان احنا نحط في اعتبارنا ان الرادار الفرنسي ده موجود او على اساس ان فيه له تكنولوجيا وله استراتيجيه مهمه جدا عند رجال المرور ان هو يحسب لك عدد السيارات المتردده على طريق بعينه. اماكنه بقى زي ما انتم عارفين، اماكنه موجود على محور المشير، محور المليون شجره، محور جوزيف تيتو، اضافه الى بعض الطرق السريعه. بس خلي بالكم من الحكايه ان مهمه هذا الرادار هو ان هو يرصد لك الحوادث ويصورها وكمان يقول لك من المتسبب في الحادثه، عشان بعد كده مفيش حد يدعي على البعض انا السبب، لا انت السبب. ده كلام من الاخر.